هذه أبرز العناوين. طارق دياب يتوقع خروج المغرب وتونس والسعودية وقطر من الدور الأول لكأس العالم. تصريح مفاجئ من هيرفي رونار على المنتخب المغربي بالمونديال. الركراكي: أداء لاعبي الدوري المغربي لم يقنعني، وكأس العالم لمن يستحق المشاركة. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. طارق دياب يتوقع خروج المغرب وتونس والسعودية وقطر من الدور الأول لكأس العالم. أدلى اللاعب التونسي السابق والمحلل بقنوة بإن سبورت طارق دياب برأيه في المنتخبات المرشحة لعبور دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، بما في ذلك توقعاته للمجموعات الأربعة التي تضم منتخبات العربية، قطر، السعودية، تونس والمغرب. وتوقع دياب خروج قطر والسعودية من الدور الأول وتأهل كل من هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، والأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثانية. هذا ويعتقد النجم السابق للكرة التونسية إقصاء منتخب بلاده مبكرا مقابل الصعود فرنسا والدنمارك عن المجموعة الرابعة. وختم دياب توقعاته حول المجموعة السادسة والتي تضم المغرب، مشيرا إلى أنه يرشح كرواتيا وبلجيكا للتأهل للدور الثاني. تصريح مفاجئ من هيرفي رونار على المنتخب المغربي بالمونديال. استبعد هيرفي رونار المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي، استبعد تجاوز المنتخب المغربي للدور الأول من نهائية كأس العالم قطر 2022، وذلك في المجموعة التي وضعته إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا. وفي تصريحات للتلفزيون السنغالي، أوضح رونار أن المنتخب السنغالي هو الوحيد بالنسبة إليه المرشح من القارة السمراء للتقدم بالمونديال القطري. وتابع مدرب المنتخب السعودي الحالي: المنتخب الإفريقي الذي يمكن أن يذهب إلى أبعد نقطة في هذه البطولة هو السنغال، لديهم بالفعل لاعبون بمستوى رفيع. كما تحرر السنغال حديثا من عقدة كأس الأمم الإفريقية بالتتويج بنسختها الأخيرة. هذا وسبق للمدرب الفرنسي قيادة المنتخب المغربي للمشاركة بنهاية كأس العالم روسيا 2018، والتي غادرتها المجموعة من الدور الأول بعد أن أوقعت القرعة الأسود رفقة منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران، ووضعت قرعة دور المجموعات المنتخب السنغالي في مواجهة أمام منتخبات قطر وهولندا والإكوادور. أما عن منتخب السعودية الذي قاده رونار للمشاركة بنهائية كأس العالم، فقد أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم كل من منتخب المكسيك وبولندا والأرجنتين، وتنطلق فعاليات المونديال القطري في الفترة ما بين 21 من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر 2022 بحضور 4 منتخبات عربية، ويتعلق الأمر بقطر والسعودية والمغرب ثم تونس. الركراكي: أداء لاعبي الدوري المغربي لم يقنعني، وكأس العالم لمن يستحق المشاركة. تحدث وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن ملامح قائمة أسود الأطلس التي ستسافر إلى قطر للمشاركة في نهائية كأس العالم 2022، وعن إمكانية استدعاء لاعبين من الدوري المغربي. قال الركراكي إنه شهد العديد من المباريات لفرق الوداد والرجاء والجيش والفتح والمحمدية وبركان، ولم يعجبه أداء اللاعبين، ووجب عليهم أن يرفعوا من مستواهم. وأوضح الركراكي أن الحسوني كان ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب المغربي التي خاضت المعسكر الأخير، لكنه لم يكن في مستواه، لهذا لم يكن حاضرا. ووجهت الدعوة للصابري الذي كان أكثر جاهزية. واختتم الركراكي حديثه عن مستوى الدوري المغربي بالإشارة إلى أنه لن تتم دعوة أي لاعب لأنه ينتمي إلى البطولة الاحترافية، بل سيحمل القميص المغربي في كأس العالم من هو أهل لذلك.
وأوضح ركلاكي أن هناك 11 لاعبا سيكونون في رقعة الملعب مقابل لاعبين في دكة الاحتياط، والباقي سيكون تواجدهم مهما جدا وضروريا بالنسبة للمجموعة، علما أنهم لن يخوضوا أي دقيقة من اللعب في المباريات، لكن لا يمكن العلم ماذا سيقع هناك. الدولي المغربي إيليا الشاعر يخرج من كويس بارك رينجرز إلى أحد أبرز الأندية الإنجليزية. يبصم الدولي المغربي إيليا الشاعر لاعب كوينز بارك رينجرز على بداية موسم جيدة رفقة فريقه، ما جعله محط اهتمام أستون فيلا الممارس في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وحسب ما ذكرته فوتبول أنسايدر، فإن أستون فيلا أرسل كشافيها منذ مدة لمراقبة الدولي المغربي قبل أن يقدموا تقارير إيجابية جعلته هدفا للنادي في الميركاتو الشتوي القادم. وقدم الشاعر لكوينز بارك رينجرز في يناير من سنة 2019، حيث يملك عقدا يحمل بموجبه قميص الفريق حتى صيف 2025، مساهما في 54 هدفا من أصل 167 مباراة. وساهم الدولي الشاعر بشكل كبير في فوز فريقه رينجرز على ضيف كارديف سيتي عن منافسات الجولة 16 من البطولة الإنجليزية بثلاثية نظيفة تناوب عليها داكاس عند الدقيقتين 19 و38 من الشوط الأول وبايرن في الدقيقة 74. وظهر الدولي الشاعر كالعادة بشكل فعال، حيث حافظ على مكانته الرئيسية ضمن تشكيل الفريق، وظل حاضرا بنجاعته من خلال تمريراته الحاسمة التي أهدت فرصة الهدف الأول في المباراة، استغلها بنجاح ديكس في الدقيقة 38، وبذلك رفع الدولي شاعر رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 6 في الموسم الجاري و3 أهداف في 15 مباراة خاضها رفقة رينجرز، وبات من أبرز مفاتيح اللعب في النادي. وشكل التألق المتواصل لشاعر رسالة صريحة لوليد ركراكي الناخب الوطني بعد أن احتفظ به في معسكر إسبانيا الأخير على كرسي الاحتياط في مباراة تشيلي الودية، وشارك في دقائق معدودات في الودية الثانية ضد الباراغواي. هذه أبرز العناوين. طارق دياب يتوقع خروج المغرب وتونس والسعودية وقطر من الدور الأول لكأس العالم. تصريح مفاجئ من هيرفي رونار على المنتخب المغربي بالمونديال. الركراكي: أداء لاعبي الدوري المغربي لم يقنعني، وكأس العالم لمن يستحق المشاركة.